هذا مشروع إنتاج العجوة الحياني لمركز العمل التنموي معاً على مستوى قطاع غزة. هذا احنا بنعمل في المركز بحضور الأخوات والسيدات تقريباً 14 عاملة على إنتاج يومياً طن من الرطب لإنتاج العجوة المحلية. في هذا المجال احنا بنشجع على إنتاج الإنتاج المحلي حتى لا يتم الاستيراد، لأنه في عندنا بلح كتير، وبدل ما يرتمي أو ينباع بأرخص الثمن بيستغله في إنتاج العجوة المحلية. عندنا المراحل، يعني من المزرعة بيجي الرطب من الشجرة على المكان، على المعمل. المعمل أثناء حضور السيدات بتم تقشير القشرة من على الرطب ووضعها على الاستندات. بعد الاستندات بيتم تشغيل المجفف تقريبا 14 ساعة متواصلة، بيتم تجفيف هذا المنتج ويتم فرز النوى عن طريق الماكينة، وهي الأولى على مستوى قطاع غزة اللي هي ماكينة فرز النوى. احنا المكان هنا تقريبا مساحة 50 متر، بيتم فيه وضع الرطب بعد يتم تقشيره من القشر بوضع في المجفف لمدة تقريبا 15 ساعة، بيتجفف درجة حرارة معينة ودرجة الرطوبة معينة. هناك في عندنا نظام، في عندنا شفاطات، في عندنا مراوح، يعني المنتج أو الرطب فيه نسبة رطوبة زيادة عن أي محصول غذائي، فهنا الشفاطات ودرجة الحرارة بتساعد على تجفيف الرطب في أقل من 15 ساعة. الهدف من هذا المشروع هو إنتاج العجوة المحلية وتوفيرها في السوق المحلي على مستوى قطاع غزة، وخلق فرص عمل للسيدات يساعد أزواجهن في مصروف الأسرة. تحرير الروك، بشتغل عاملة في مركز التنموي معاً للرطب، لبداية مراحل الرطب لعمل العجوة. نعتبر مجموعة من الستات محدودين الدخل، بدينا في المشروع هذا له تقريبا 3 سنوات، كل سنة عن سنة بتختلف شوية في التطورات التكنولوجيا، طبعا لأجبر الظروف الحالية، طبعا في تقريبا في البلد كليتا الظروف، وإحنا طبعا كستات كليت محدودين الدخل ما فيش هنا دخل خالص، فكان كواحدة من السيدات إني حابة أدخل دخل على منزلي. الوضع الاقتصادي أجبرنا على أن نحن نسلك طريق العمل لمساعدة الزوج. الحمد لله يد واحدة، نشعر بأن أسرة واحدة والعمل مشاركة. ننتج إشي يكون مثلاً إشي يشرفنا أن نحن نكون أسرة ناجحة. نيجي من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 3 مساءً، يعني تقريباً ما يقارب 8 ساعات. طبعاً هيكون إشي متعب علينا أن نحن نترك بيوتنا ونيجي نقضي أغلبية الوقت 8 ساعات في العمل، ووقت طويل يعتبر.